إذن نذهب مباشرة إلى سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت. مساك الله بالخير سعادة الشيخ. مساك الله بالنور. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيك سعادة الشيخ. يوم تاريخي في محافظة ظفار وباقي محافظات السلطنة بالإطلالة السامية لجلالة السلطان ولقائه بشيوخ محافظة ظفار وأصحاب السعادة الولاة. نبارك لكم في البداية سعادة الشيخ هذا اللقاء والزيارة السامية لجلالة السلطان لمحافظة ظفار. الله يحفظكم وجزاكم الله خير على هذا التواصل. نعم سعادة الشيخ، في البداية نتحدث عن دلالات هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول الذي يجمع جلالة السلطان هيثم بن طارق بشيوخ ولايات محافظة ظفار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تحية جلال وتقدير لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله على هذه الزيارة الميمونة لمحافظة ظفار. واقع الأمر نحن اليوم نعيش يوم عيد وفرح واستبشار، وحضور مولانا بين أعيان ومسامع أبناء محافظة ظفار له دلالات عميقة وكثيرة. الأول أنه يستمع مباشرة دون حاجز أو حاجب لأبنائه وأخوانه وشعبه. اثنين، إعطاء المساحة لكل أبناء المحافظة الذين هم موجودين، مع أنه مولانا الله يحفظه اعتذر لعدم الزيارة زيادة الأفراد أو الشيوخ نتيجة جائحة كوفيد 19 المرض، وإلا أنه الدعوة ستكون أشمل وأكبر، إلا أنه هذا السبب الرئيسي. الدلالة الثانية أنه تعودنا أنه الانطلاقة دائما تبتدي من محافظ ظفار وهي انطلاقة الخير. وها هو مولانا اليوم يعيد نفس اليوم وبنفس المشهد. واقع الأمر، ولو سمحت لي، سعة صدر مولانا اليوم أمام المشايخ وأمام الولاة وأمام الحضور شيء لا يوصف. ابتسامة مع كل متحدث، واستماع وتركيز وهم مشترك. ممكن هذا سعادتك الطرح الذي يتشارك فيه الجميع، أن اليوم ما دار في هذا اللقاء كان كله ينصب في مصلحة المواطن وينصب في مصلحة المشاريع، سواء الاجتماعية الاقتصادية الصحية التي يتطلع لها المواطن في محافظة ظفار، ولم يكون هناك أي هم شخصي في هذا اللقاء. صحيح، مولانا الله يحفظه أشار حتى في خطاب السامي أنه متتبع ما قاله في الخطاب السامي السابق حول عملية التنمية، حول عملية المشاريع، حول عملية ملف الباحثين عن عمل، حول الهم الداخلي والخارجي، حول ما يحدث إقليميا وخارجيا. وهو اليوم بدأ أنه يضع النقاط على الحروف بأنه تابع، وأنه في كل بين الحينة والآخر تصدر المراسيم تنفيذا بما وعد فيه، وإن دل على شيء فإنما يدل على الوفاء وعلى الصدق وعلى الشفافية. نسأل الله له التوفيق وأن يأخذ بديه يا أرحم الراحمين. نعم. سعادة الشيخ، ما أهم ما طرح في هذا اللقاء؟ ما هي الهموم المشتركة التي كانت بين مشايخ محافظة ظفار وأرادوا إيصالها بشكل مباشر إلى جلالة السلطان من خلال هذا الحوار الذي لم يكن به أي حاجب، واتسم أكيد بالصراحة والشفافية للصالح العام؟ في واقع الأمر الهدية الكبيرة أنه مولانا عرق على كل المواضيع المهمة العامة والخاصة، وشملها يعني بالتفصيل، وأعطى المساحة وأذن لمن أراد أن يتحدث، فكانت الأصوات تنصب على بعض المطالب. المطلب الأول وهو إنشاء جامعة حكومية في محافظة ظفار تحمل اسم السلطان هيثم بن طارق تخليدا لهذه الزيارة ولهذا اليوم. المحور الثاني أو المطلب الثاني هو الإشهار أو إعلان مطار صلالة ليكون مطار دولي حتى يصبح رافد من روافد الاقتصاد نظرا لموقع محافظة ظفار. المحور الثالث أو المطلب الثالث هو المستشفى، مستشفى السلطان قابوس أنشئ في فترة بعيدة، قام بأدوار جليلة،
السكان كبر واتسعت المساحة، وعمان دائما كريمة مع جيرانها، فآن الأوان أن يحدث هذا المستشفى وأن ينشأ بما يتواكب مع الوقت والعصر. نعم، يعني سعادة الشيخ ذكرت نقطة في غاية الأهمية، رغم معرفة وإدراك جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بكل هذه المطالب، إلا أنه كان حريص أنه يسمعها بشكل مباشر من شيوخ المحافظة، وأنه يعني يؤكدوا عليها رغم إدراك جلالته، وهذا أكيد يعني يدل على أهمية إشراك كذلك المواطن وفي جميع القرارات التي تتخذها الحكومة. لا شك مولانا ركز في كثير من الأمور على اللامركزية انطلاقا من هذا المبدأ، برغم الدراسات والمعلومات المتوفرة لديه إلا أنه حرص أن يستمعها مباشرة. فهذا دليل على أساس أنه لا حاجز ولا حاجب بيني وبينكم، نحن في سفينة واحدة والمركب واحد والمصلحة واحدة. هذا الشيء يعطينا الجميع الوقوف بجنب صاحب الجلالة والتعاون بما يخدم هذا البلد وبما يخدم هذا الشعب الأمين الصادق الطيب الشعب العماني. أحسنت سعادة الشيخ، وهذا أكيد نقطة يشترك فيها الجميع. اليوم نحن أمام نهضة متجددة، وأتوقع يعني سعادتك مثل هذه اللقاءات خاصة وهي بحجم لقاء يعني مع جلالة السلطان ترفع المعنويات وتشد الهمم لمواصلة المسير والعمل بكل جد واجتهاد خلال المرحلة المقبلة. سعادتك من الجميع أكيد. صحيح، هو المصلحة واحدة والهم واحد والتراب واحد والرمز، نحمد الله أنه هذا الرمز السلطان هيثم موجود بين أيدينا ومعنا. نعم. مستمعا ومشاركا ومخططا وحامل الهم. بالتالي التكامل في الآراء بين المناطق وبين الولايات والمحافظات يهمنا جميعا. هذه الوقفة التي تتطلب منا جميعا خصوصا مع الوضع العالمي الاقتصادي الموجود أن نقف جنبا إلى جنب، وغدا تنفرج الأمور وتصبح الأمور على خير ما يرام. الشعب العماني شعب مثقف، شعب يعني للأمانة يضرب به المثل في كل العالم، وإن دل على شيء فإنما يدل على حكمة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس الله يرحمه ويسكنه الجنة، والذي خلف من بعده وأوصده هو السلطان هيثم، وعلى نفس المشوار ونحن معهم بإذن الله على الخير لما يخدم هذا البلد. نقطة أريد أشير عليها من ضمن المطالب، مزارع النقد. نحن قبل يعني فترة المرض هذا اللي اجتاح العالم وغلقت الحدود والمنافذ، فأصبحنا نعتمد على الداخل، نعتمد على مزارعنا على مصانعنا على إنتاجنا. في محافظة ظفار في ولاية سمريت مزارع النجد، مزارع كبيرة ذات محاصيل متعددة وذات تربة خصبة. نحن نتمنى ونسأل الله أن يوفقنا ونستمع خلال الأيام القادمة بأن تكون هذا هيئة ذات يعني ذات استقلال اعتباري وتعنى بهذا الجانب حتى سلتنا الغذائية تكون مملوءة لأي طاري ونصدر للخارج لا نستورد منه بإذن الله تعالى. وأكيد بإذن الله. هذا اللقاء هو فاتحة خير إن شاء الله لقادم جميل سعادة الشيخ مسلم بن أحمد الحضري والي ثمريت. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، ونسأل الله أن هذه الأيام الخالدة تتتابع في محافظة ظفار في محافظات عمان تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أحسنت سعادتك، شكرا جزيلا. شكرا.